يلا بس شوفها بإنه. هلأ أنتي بتجي لعندي زيارة. ماشي. سهيلة هات القنينة من البراد. دقي الباب. رن. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. تفضلوا ارتاحوا جوا. وين القنينة؟ وأنا رح ساوي لكم قهوة. حاجة بعز الظهر وأنت عم تشرب. ليش من أيمتى باخذ منك الإذن لأشرب يا خانم؟ بكفي خوفت البنت. بلش فيكي وبالبنت. يخرب بيت اسطنبول شو نزعتكن. كلكم صايرين عم تعصبوني وكل لسان خبز متار يا لطيف. كل واحد ماشي على كيفه. ما حدا عم يقدر أبوه وما حدا عم يسأل. البنت والصبي صايرين يجاوبوني. ليش نحن هيك كنا؟ هيك برأيك التطور؟ التطور تقللوا أدب علي؟ خلاص بقى بدي لم اللي كسرته. مين راحت عند أميني على المشفى؟ آخ يا ربي هالغبية شو أخذها لهنيك؟ تعي نفوت لجوا حبيبتي تعي. بسبب أميني خسرتي شرفك وصار راسي بالأراضي كمان. ليش لسه عم تركض وراها؟ فوتي. لا بتسمع لا لكبير ولا لأب. حرية وعناد رح تفلت قدامنا. ولك شو صاير لكم؟ ها رجعت تخبص بالحكي. ما إلى عين تتطلع بوجوهنا. عشو عم تنجي لأهل مغضوبة؟ انت ابدا ما بتستحي بعد كل اللي عملته فيها. لساتها لهلا بتنادي لك بابا بابا بابا. رسي ولك رسي. يا فاجر. لمين عم تقولي فاجر ولك؟ لمين عم تقولي فاجر؟ والله لموتك والله لموتك والله لأجبحي. ما عم تعرفي تربي بنتك وعم تقولي عني فاجر؟ بكف. عم ترفع ايدك علي؟ لك رح اكسر لك اياها. حسن يا فاجرة رح اكسرها. حسن بغضب عليك والله. وليه؟ اذا لسه بتفتح تمك. لك 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 صرتي رجال ولك؟ مين مفكرة حالك ها؟ جربانة والله بزتك. اذا انت نسيانة هلا تذكري مين حسن؟ بركي هالقتلة بتصحيكي. الله ياخديك يا ربي. تنكسر ايديك ان شاء الله. لا تبكي لا تخافي يا عمري لا تبكي. ماما راحت على المشفى. ليش ماما بالمشفى؟ خديني لعندك.